السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو تاع دراسة الدالة الثانية. بعد ما شفنا دراسة الدالة الأولى اللي مازال ما شافها يمشي يشوفها، القهوة في صندوق الوصف لتحت. قال عطاونا هذه الدالة، عطاونا اف دو اكس تساوي اكس عامل لجذر اكس ناقص 2 الكل اس 2. في الدالة هما اللي عطاونا دي دو اف. قال لك السؤال رقم واحد، احسب لا ليميت من اكس بلس لانفيني تاع اف دو اكس. السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك ادرس قابليه استقاق اف في زيرو على اليمين واول نتيجه هندسيا. نبداو بالسؤال الاول. قالوا لنا لا ليميت من اكس تمشي بلس لانفيني تاع اف دو اكس شحال تساوي؟ هي اكس عامل لجذر اكس ناقص 2 الكل اس 2 شحال تساوي. اول حاجه كما اكتشفنا هي مرحله التعود. نجي نعوض باش نشوف واش الشكل محدد ولا غير محدد، ما يمكنش لي يحكم على المره الاولى. عندي بلس لانفيني ناقص 2 هي بلس لانفيني، وبلس لانفيني مرفوعه اس 2 اللي هي بلس لانفيني، يعني هذا الطرف شحال عطاني بلس لانفيني، رجع الطرف اللي ملياه. عندي اكس يؤول الى بلس لانفيني، يعني اكس باش نعوضها بلس لانفيني، بلس لانفيني مضروبه في بلس لانفيني بكل سهوله هي بلس لانفيني. وما ننساش التعليل، لان لا ليميت من اكس بلس لانفيني تاع جذر اكس شحال تساوي؟ بلس لانفيني هو لا ليميت من اكس تمشي لبلس لانفيني تاع اكس تساوي بلس لانفيني بكل سهولة. قالك ثانيا ادرس قابلية الاشتقاق اف في صفر على اليمين واول نتيجة هندسيا. اول حاجة ملي نسمع زيرو على اليمين نعرف بانها زيرو بلس، يعني نحسب انا في زيرو بلس. علاش؟ لان جيت زيرو المجال كيدير مغلق، يعني ما تنحسبش ليا ليميت تاعو، ممكن نحسب ليه قابليه الاشتقاق، ممكن نحسب ليه الصوره تاعو، ممكن ايضا نحسب ليه الاتصال تاعو. كتذكير بصفه عامه بالنسبه لكيفاش نحسبوا قابليه الاشتقاق، فالخاصيه تقول لي لا ليميت من اكس تمشي لاكس زيرو، اكس زيرو في هذه الحاله بحال هو زيرو تاع اف دو اكس ناقص اف لاكس زيرو، يعني هذاك العدد اللي خدام عليه على x ناقص x0. باش تكون قابلة للاشتقاق خاصني نلقى النتيجة تساوي لي واحد العدد آلي ينتمي إلى f، لي كما شوف الدرس سميتو بأنه تتسمى العدد المشتق، يعني f بريم دو x0. في هذه الحالة تنقول f راه قابلة للاشتقاق. إلا غجب الله خرجت لي ما لا نهاية تنقول f غير قابلة للاشتقاق. نجيو نجاوبو على هذه النتيجة. لدينا لا ليميت من اكس تمشي لبلس لانفيني تاعنا تاع بلس لانفيني تاع زيرو بلس، لانني خدام في قابليه الاشتقاق. بما قال لي زيرو على اليمين ف زيرو بلس تاعش تاع اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو، شحال عندي اكس زيرو في هذه الحاله اللي هو زيرو على اكس ناقص زيرو. بحيث نجي نحسب الصوره، دائما نجي نحسبوها بحيث نحسبوها هي الاولى ونعوضوها، بحيث اف لي زيرو شحال تساوي ليا. نجي للدال الاصليه ونعوض بزيرو، هتولي زيرو مضروبه فاش؟ مضروبه في جذر زيرو ناقص 2 الكل اس 2. فجذر زيرو شحال يعطيني؟ زيرو، زيرو نقص منه جوج يعطيني ناقص جوج، ناقص جوج اس 2 اللي هي 4، 4 مضروبه في زيرو اللي هي النتيجه زيرو، اي لا ليميت من اكس تمشي زيرو بلس تاعش اف دو اكس شحال عندي اللي هي اكس عامل لجذر اكس ناقص جوج الكل اس 2 ناقص ناقص اش زيرو، يعني ناقص زيرو بلا ما نديرو شي حاجة نقص منها زيرو، راه هي هذيك الحاجة اكس ناقص زيرو غتبقى ليا هي اكس. نجي نعوض، عطينا التعبير كما شفنا هنا زيرو، زيرو على زيرو شكل غير محدد، ولكن طلعت بان هنا عندي الضرب، يعني ممكن نختزل في هذا الطرف، يعني عندي هذا التعبير ا وهذا التعبير بي ممكن نختزل، غتبقى ليا هي شحال هي لا ليميت من اكس بشي زيرو بلس تاعش تاع جذر اكس ناقص 2 الكل اس 2. نجي نعوض دابا بزيرو، عطيني زيرو ناقص جوج تعطيني ناقص جوج الكل اس 2 لا تساوي اش، ناقص جوج اس 2 لا تعطيني 4، 4 مالو ينتمي الى اف، فاذا اف قابلة للاشتقاق. وضرب اش يساوي؟ تساوي هو اف بريم على اليمين دغوا تاع اش، تاع اش اكس زيرو يعني تاع زيرو، حيت هادشي غنحتاجو دابا في التأويل الهندسي اللي قالك تما أول النتيجة هندسيا. إذا ولا بما أن لا ليميت من إكس تمشي لزيرو بلس تاع إف دو إكس ناقص إف لزيرو على إكس ناقص زيرو
تساوي 4 ينتمي إلى R. إذن فإن F قابلة للاشتقاق في صفر على اليمين. ما ننساش على اليمين. قال لك ثم أول نتيجة هندسية، فنشرح هذه القضية هنا. فأنا من نحسب أي قابلية للاشتقاق ضروري النتائج مستحيل يخرجوا لي ثلاث نتائج، لا إما ما لا نهاية يعني بلوس أم ولا فيني، يا إما زيرو، يا إما واحد عدد ال ينتمي إلى ار ولكن يخالف الصفر. إذا خرجت لي في قابلية الاشتقاق ما لا نهاية تنقول أن اف غير قابلة للاشتقاق، وبالتالي التأويل الهندسي تاعها تكون عندي واحد المماس عمودي أو لا مماس يوازي محور الأراتيب. إذا خرجت لي في النتيجة زيرو تنقول بأن اف قابلة للاشتقاق، والتأويل الهندسي سل اف يقبل واحد المماس كيدير أفقي يعني يوازي محور الأفاصيل. إذا خرج لي واحد العدد ينتمي إلى اف ولكن يخالف الزيرو تنقول هذا المماس كيدير، تخرج لي مماس مائل عنده واحد المعادلة تاعو اللي هي إيكغريك تتساوي اف بريم دو إكس زيرو عامل لإكس ناقص إكس زيرو زائد اف لإكس زيرو. هذا ما كان يعني. دابا خرجت لنا اف غير قابلة للاشتقاق في زيرو، وشحال خرجت لنا النتيجة؟ واحد العدد 4 ينتمي إلى اف ويخالف الزيرو. شنقول؟ إذا التأويل الهندسي، إذا سل اف يقبل نصف مماس مائل في النقطة اسم النقطة نسميها مثلا أ اللي هي إكس زيرو، إف لإكس زيرو، إكس زيرو شحال عندي؟ هو زيرو، إف دو زيرو شحال عندي؟ ديجا كنت حاسب في قابلية الاشتقاق، يعني متجبتش حاجة من عندي، ديجا كنت جاوب على كلشي هنا، إف زيرو عطاني زيرو. تتبان لي بان هاد النقطة اكس تاعها يساوي زيرو، ايكغيك تاعها يساوي زيرو. وشنا هي تنعرفوا بان واحد النقطة الاحداثية تاعها زيرو في اكس وايكغيك في زيرو، راه هي هاد النقطة اللي هي اصل المعلم اللي هي او، يعني ممكن هذا نسميه او باش نعرفوا بانه راه هو اصل المعلم. معادلته بصفة عامة هي ايكغيك تتساوي هي اف بريم دو اكس زيرو، ولكن بما انني خدام على اليمين يعني تكون ضوء عامل لي اكس ناقص اكس زيرو. هاد القضية نتوما ما تكتبوهاش، انا غير كتذكير، نتوما ما تكتبوهاش، زائد اف دو اكس زيرو. نتوما تكتبو هادي ايكغيك تساوي اف بريم ضوء دو اش خدام في النقطة زيرو عامل لي اكس ناقص زيرو زائد اف لي زيرو اللي تساوي ليا اف بريم ضوء لي زيرو، راهي النتيجة اللي خرجت ليا في قابلية الاشتقاق اللي هي 4 عامل لي اكس، اكس نقص منه زيرو هي اللي هي اكس، زائد اف لي زيرو كنت ديجا حاسبو اللي هو هذا اللي هو زيرو، يعني ايكغيك شحال تساوي هي 4 اكس. هذا ما كان بالنسبة لقابلية الاشتقاق والتأويل الهندسي تاعها. دابا يعطيني السؤال اللي من بعد، يعني السؤال اللي من بعد يعطيني يقول لي احسب الاشتقاق او نبين ان الاشتقاق يساوي واحد التعبير. بصح هنا كما قلت لكم بالنسبه دائما انتم راه ممكن ديروا بوز الفيديو وتكتبوا على خاطركم بلاش من بعد تبعوا معايا. دابا ندوز السؤال اللي قال لي فيه، قال لي 3 بين ان ما يكون اكس اكبر من الزيرو ان اف بريم دو اكس حتى تساوي 2 عامل لجذر اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص اثنان. يعني انا خاصني نشد هذا التعبير وندير له اشتقاق ونلقاه يساوي هذا التعبير. لدينا مهما يكون اكس اكبر من زيرو اف بريم دو اكس حتى تتساوي هي اكس عامل لجذر اكس ناقص اثنان، الكل اس اثنان، لا الكل بريم، يعني هذا اس اثنان الكل بريم. دابا ناخذ شي لون مغاير، تلاحظ بان الداله مكتوبه على شكل جداء دالتين، يعني هي واحد الداله اللي هي واحد الداله من حدوديه
والدالة أيضا اللي هي واحد الدالة ممكن نسميها في. أنا تنعرف بأن الصيغة إلا كان عندي إي مضروب في في هادشي كامل بريم شحال تساوي ليا، فتنعرفوا بأن خاصية تاع الصيغة مهمة في دراسة الدالة، يعني خاصنا نكونوا ضابطينها. تتعطينا هو إي بريم مضروبة في في ماشي بريم زائد، يعني مش كون عندي الضرب تندير زائد إي ماشي بريم مضروبة في في بريم. هادشي اللي غنجي ندير أنا، يعني إف بريم بإكس شحال تتساوي ليا؟ تتساوي ليا هي إكس بريم مضروبة في جذر إكس ناقص إتنان الكل أس إتنان ماشي بريم زائد إكس ماشي بريم مضروبة في جذر إكس ناقص إتنان الكل أس إتنان هادشي كامل عندي ليه بريم. لا تساوي ليا من بعد تعرفوا بان الشقيق تاع اكس اللي هو واحد، واحد مضروب في التعبير يعطينا التعبير نفسه، لا داعي باش نكتب واحد، يعني تعطيني جذر اكس ناقص جوج الكل اس اثنان زائد اكس عامل. بالنسبه لهذا التعبير واش ندير ليه اشتقاق؟ انا بهذا التعبير تيبان ليا بانه داله مرفوع بالاس، يعني مكتوب على شكل او اس ان. في بحال الحاله اش ندير؟ تساوي ليا الاشتقاق تنزل هذاك الاس وتنضربو في هذيك الداله، تنشد الاس تاعها وتنقص منه واحد وتنضربها في هذيك الداله بلا اس تندير ليها بريم. هذا الشيء اللي غنجي ندير انا هنا، يعني ندير معقوفه باش تبان مضبوطه. عندي شنو هو الاس؟ هو اثنان، يعني ننزل اثنان. فاش نضربها؟ هنضربها في جذر اكس ناقص اثنان اس اش اس ان اللي هي اس جوج ناقص واحد. فاش مضروبه؟ مضروبه في التعبير بلا اس، يعني اللي تحت من الاس نشدو وندير ليها اشتقاق، هو جذر اكس ناقص اثنان بريم نسبة المعقوفة تاعي لا تساوي ليا من بعد هي جذر اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان زائد، ولكن انا عينيا دائما لاش باغي نوصل؟ باغي نوصل هاد التعبير، لاحظوا معايا دائما عينيا، يعني اثنان يعني جوج ناقص واحد اللي هي واحد، والتعبير اس واحد اللي هو التعبير اللي هو جذر اكس ناقص اثنان. فهذا نخليها يعني تيبان لي بانني خرجت في الطرف اكس ناقص جوج واكس ناقص جوج، يعني نخليها باش نحاول نعمل بها كفكره. مضروبه فاش؟ فالصيغه تاع جوج اللي هو صفر، الصيغه تاع جذر اكس، جذر اكس بصفه عامه اللي هو معروف واحد على اثنان جذر اكس نصب المعقوفه تاعي. من بعد بقى لي الا نقاد التعبير، بقى لي عندي جذر اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان زائد. لاحظوا معايا بعد كاين هاد الزوج، مشات ليا مع هاد الزوج تهنيت منها، شحال بقى لي دابا هاد اكس ننشرها، يعني ننشرها هنا كتعطيني هي اكس مضروبه في جذر اكس ناقص اثنان مضروبه في واحد على جذر اكس، لان اثنان مشى ليا مع اثنان اختزال. لا تساوي ليا هي جذر اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان زائد هاد اكس. لاحظوا معايا بما ان الضرب تبادلي، فهاد اكس نديها عند واحد، غتولي عندي. اش يولي عندي؟ غيولي عندي في هذاك الطرف جذر اكس ناقص اثنان. فاش مضروبه؟ قلنا هاد اكس بما ان الضرب تبادلي، هاد اكس نلوح على الطرف الاخر تولي هي اكس، اكس مضروبه في واحد اللي هي اكس على جذر اكس. انا الهدف تاعي هو نحيد على جذر اكس. وبصفه عامه حنا عندنا واحد الخاصيه تنعرفوها، تنعرفوا اذا كان عندي اكس على جذر اكس شحال يساوي؟ راه يساوي هو جذر اكس. غايقول لي انت كي درتي لا، يسولني شي واحد يقول لي كي درتي لا، اجي نوريك كي درت لا. فهذه خاصيه رياضيه، عندي اكس على جذر اكس. انا باش نحيد جذر من المقام نضرب في المرافق تاعو اللي هو جذر اكس على جذر اكس، يعني دابا يعطيني البسط في البسط والمقام في المقام، تولي عندي هي اكس جذر اكس على جذر ا مضروبه في جذر ا اللي هي ا، مشات لي اكس مع اكس شحال بقى لي؟ جذر اكس بكل سهوله. هادشي من جهه، يعني انا التعبير يولي عندي هو جذر اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان زائد جذر اكس ناقص اثنان. واش قلنا هذا التعبير شحال يساوي؟ مضروب في جذر اكس. بما ان عندي التعبير عندي هنا وعندي هنا، ممكن نعمل به باش نوصل لهذاك التعبير اللي قال لي، نعمل بجذر اكس
ناقص جوج. عملت هنا ديجا انا عندي هاد، لان هادي مكتوبه على شكل جذر اكس ناقص جوج عامل لجذر اكس ناقص جوج باستعمال خاصيه. فهاد الخاصيه اللي نعطي مهمه، اذا كانت عندي سميتو ا مضروبه في ا تساوي ا اس 2، فهي ا اس 2 تساوي ا مضروبه في ا. يعني انا ديجا عملت بهذه اللي هي هذه، شحال يبقى لي في الطرف الاول؟ الطرف الاول يبقى لي هو جذر اكس ناقص جوج. اها، فبالنسبه للطرف الثاني عملت بها جذر اكس، هي عملت بها شحال يبقى لي؟ يبقى لي هو زائد جذر اكس، راه ماشي الضرب، راه الزائد راجع على الزائد، فدا عملت به بقى لي غير جذر اكس. هنا بقى لي واحد، واحد مضروب جذر اكس هي جذر اكس. لا تساوي اليمين بعد هي جذر اكس ناقص 2 عامل، بس نحيد الاقواس بقى عندي هي جذر اكس ناقص 2 زائد جذر اكس. لا تساوي اليمين بعد اللي هي جذر اكس ناقص 2، جذر اكس زائد جذر اكس تعطيني هي 2، جذر اكس ناقص 2 من بعد نعمل ب 2، نعمل هنا ب 2 تعطيني هي جذر اكس ناقص 2. هنا نعمل ب 2 قلنا تولي مضروبه في 2، مضروبه عامل لاش، هنا عملت بجوج غيبقى لي جذر اكس، هنا عملت بجوج غيبقى لي واحد. واش نعرف على الضربه؟ نوصل دابا النتيجه، ها هي جوج، جذر اكس ناقص واحد ها هي، وجذر اكس ناقص جوج ها هي. واش نعرف على الضرب؟ تنعرف على الضرب تبادل، يعني ممكن شدات جوج نخرج على برا. بحال مثلا الا شديت 3 ضربتها في جوج تعطيني 6، راه حتى الا شديت جوج ضربتها في 3 هي تعطيني 6، ولا 3 ضربتها في جوج تعطيني 6، يعني الضرب تبادل. عامل لي اش، نوصل لهم التعبير، جذر اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص 2. اذا مهما يكون اكس اكبر من الزيرو، اف بريم دو اكس شحال تساوي؟ تساوي 2 جذر اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص 2. نديرو نشوفو السؤال اللي من بعد، قالك ادرس اشارة اف بريم دو اكس. السؤال اللي من بعد، السؤال اللي من بعد اللي هو السؤال 4، قال لي ادرس داك الاشتقاق، يعني ضروري يقول لي جدول تغيرات، قال لك ادرس اشارة اف بريم دو اكس. اف بريم دو اكس ثم ضع جدول التغيرات، قال لك ادرس السؤال رقم 4، ادرس اشارة اف بريم دو اكس ثم ضع جدول تغيرات اف. حناش عندنا اف بريم دو اكس شحال يساوي؟ يساوي 2 عامل لجذر اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص 2. فانا خصني ندرس الاشاره، فجوج موجب هذا ما عرفتش علاش، لان شحال عندي المجال هو جوج بلس لانفيني، اجي نعوضو هنا بزيرو، زيرو داخل زيرو ناقص واحد يعطيني ناقص واحد، يعني في هذه الحاله سالبه. ناخذ شي عدد اخر من بلس لانفيني، ناخذ مثلا 3، 3 ناقص واحد تعطيني جوج، يعني لاحظنا بان جوج موجبه، يعني تلاحظوا بان التعبير احيانا تيكون موجب واحيانا تيكون سالب بالنسبه للقضيه. بالنسبه للطرف الاخر نعوض بواحد، زيرو واحد اللي هو واحد، واحد ناقص جوج اللي هو ناقص واحد، يعني في الحالة سالب. ناخدو ربعة، ناخدو مثلا شي مثلا تسعود، جذر تسعود هو شحال؟ هو ثلاثة، ثلاثة نقص منها جوج اللي هي واحد، يعني أحيانا تكون سالب وأحيانا تكون موجب. يعني لدينا إشارة اف بريم دو إكس هي إشارة جذر إكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص 2. ندرسوا لهاد الاشاره، باش ندرسوا لها الاشاره خاصنا نحلوا هاد المعادله باش نعرفوا فين تتنعدم. انا بالنسبه لي عارف فين تتنعدم، في واحد، لان واحد ناقص واحد يعطيني التعبير زيرو، وهنا تنعدم في ربعه، لان ربعه ناقص جوج تعطيني جوج، جوج ناقص جوج اللي هي زيرو. ولكن نبينو لنحل، ارجع سر لنحل المعادله جذر اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص 2 تتساوي صفر، يعني ا مضروبه في ب تتساوي صفر. ماذا تعني؟ تكافئ ان جذر اكس ناقص واحد يساوي الصفر، او جذر اكس ناقص 2 يساوي الصفر. باش كلشي يفهم، عندي واحد الخاصيه
إذا عندي أ فوا يعني مربع بي يساوي صفر، يكافئ ماذا؟ يكافئ أن أ يساوي الصفر أو بي يساوي صفر، يعني هذه في حالة الضرب، قاعدة هذه في المعادلات كنا عرفناها. دابا نجي نحل هذه المعادلة، يعني جذر إكس شحال يساوي؟ عندي ناقص واحد سالب في الطرف لوح الطرف الآخر هو اللي يساوي ليا هو واحد، أو جذر إكس شحال يساوي؟ عندي ناقص جوج لوح الطرف الآخر تولي هي جوج، ماذا تكافئ؟ أنا باش نحيد ذاك الجذر، لأنني أنا باغي القيمة تاع إكس ما باغيش القيمة تاع جذر إكس، رفع هنا أس اثنان، وبطبيعة الحال باش يكون عندي ليكيليبر تاعنا باش رفع أس اثنان، كذلك بالنسبة للطرف وكذلك بالنسبة لهذا الطرف. شحال عندي جذر إكس على كل أس اثنان تعطيني هي إكس، لأن الجذر تمشي مع أس اثنان. عندي واحد أس اثنان اللي هي واحد، أو أنا الجذر يمشي مع أس اثنان تبقى لي إكس تساوي اثنان أس اثنان اللي هي أربعة. دابا أنا عرفت فين عادم، كنت ديجا عارفه المرة الأولى فين تنعادم، يعني دابا ندير جدول الإشارة تاع إف بريم دو إكس، ومن بعد غندير جدول التغيرات، يعني إلا استنتج الإشارة تاع إف بريم دو إكس تبقى لي ساهل باش نلقى جدول التغيرات. إذا جدول إشارة إيش؟ إشارة جذر إكس ناقص واحد عامل لجذر إكس ناقص اثنان كالتالي. أنا شنو ندير؟ ندير إكس اللي هي من زيرو تالين، من زيرو تال بلوس لانفيني، خصني نحترم لأنه قال لي مهما يكون إكس أكبر من الزيرو، كنا شفنا في السؤال، يعني من زيرو تال بلوس لانفيني. أنا شنو نحط؟ نجينا باش نحاول باش يقلبني، يعني نخلي واحد ليسباس، يعني ندير زيرو هنا. هنا شنو ندير؟ ندير الإشارة تاع جذر إكس ناقص واحد، وهنا ندير جذر إكس ناقص اثنان، وهنا ندير الجودة تاعهم، يعني جذر إكس ناقص واحد عامل لجذر إكس ناقص اثنان. فالتعبير أنا عندي فين تنعدم؟ ينعدم في واحد، يعني واحد ندير هنا إشارة أ عكس إشارة أ، إشارة أ اللي هي كاين حدا إكس، اللي كاين حدا إكس شنا هي الإشارة تاعو؟ موجبة، يعني هنا بلوس وهنا موان. هذا فين تنعدم؟ تنعدم كما شفنا في ربعة، يعني تنعدم هنا على اليمين إشارة أ، إشارة أ موجبة، وعكس إشارة أ سالبة. يعني هو التعبير اش يوقع لي فين تنعدم؟ تنعدم في واحد وتنعدم في أربعة. علاش درت أنا هذا الرمز الانعدام؟ حيت تنعدم ليا، هذا فين تنعدم؟ في واحد طبيعي الحال، وفين تنعدم أيضا؟ في ربعة. أنا باش يكون عندي باش نعرف هذاك الشيء مزيان ندير واحد النقط متقاطعة باش ندرس الإشارة دابا. لاحظوا معايا، فأنا ندير الجداء تاع الإشارتين، هاد البلاصة كي دايرة؟ سالبة، وهاد البلاصة كي دايرة؟ سالبة، والسالب مضروب في السالب يعطيني موجب. جو معايا هنا، فالإشارة اللي كاينة من واحد تلبليس لانفين على هاد المجال موجبة، ولكن على هاد المجال اللي هنا سالبة، والموجب مضروب في السالب بطبيعة الحال يعطيني سالب. ندوز على المجال ربعة بلس لانفين، هاد البلاصة كي دايرة؟ موجبة، وهاد البلاصة موجبة، موجب مضروب في موجب يعطيني موجب. وبالتالي يعني انا درست لي الإشارة تاع اف بريم دو اكس، انا درستها لي، وبالتالي جدول تغيرات اف هو وانا نجي ندير لي هنا مجموعة التعريف اللي هي اكس، هنا اف بريم دو اكس اللي نستنتج منها التغيرات، هنا تغيرات اف، مجموعة التعريف اللي خدام عليها أنا خصني نحترمها اللي هي من زيرو تا البلوس لانفيني. عندنا هذه الإشارة تاع إف بريم لي إكس، لدينا إشارة إف بريم لي إكس هي إشارة هذا التعبير، هو التعبير درس لي الإشارة تاعو، يعني خاصني نجد النقط اللي هي واحد وربعة. أش يوقع الإف بريم الإشتقاق أش يوقع لي في هاد النقط؟ تنعدم هنا وأيضا تنعدم هنا. نشوف واش ينعدم في زيرو ولا شناهو. زيرو ناقص واحد يعطيني ناقص واحد، هنا زيرو ناقص جوج يعطيني ناقص جوج، ناقص واحد مضروب في ناقص جوج اللي هي جوج، جوج مضروب في جوج اللي هي ربعة، يعني ما عندي لا انعدام لا تعريف هنا، يعني معرف. هنجي هنا الإشارة كي دايرة من واحد، من زيرو لواحد موجبة، من واحد لربعة سالبة حسب هذا الجدول، ومن ربعة لبلوس لانفيني موجبة. بما أن التغيرات تاع إف موجبة، يعني الدالة تزايدية، هنا تناقصية، وهنا أيضا
تزايدية. بالنسبة لهنا درسنا لها قابلية الاشتقاق تاعها وحسبنا اف لي زيرو، عطاتنا اف لي زيرو تساوي زيرو. واصلا هنا عندي واحد التأويل الهندسي وعندي واحد نسمى ماس مائل في هاد البلاصة. هنا نجي نحسب الصورة تاع واحد، يعطيني هنا واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، هنا واحد ناقص جوج اللي هي ناقص واحد، زيرو مضروب في ناقص واحد اللي هي زيرو، زيرو مضروب في جوج اللي هي بطبيعة الحال زيرو. يعني عندي اف لواحد شحال تتساوي؟ تتساوي لا ماشي ما نحسبهاش في الاشتقاق، نحسبها في التعبير. لا عفوا، عندي هنا جذر واحد اللي هو شحال؟ اللي هو واحد، واحد نقصو منه جوج يعطيني هو ناقص واحد، ناقص واحد أس اثنان اللي هو واحد، واحد مضروب في واحد اللي هي واحد. فيقدر شي واحد ما يعرفهاش من جا، نجي نحسب اف لي واحد تساوي واحد عامل اللي جذر واحد ناقص جوج الكل أس اثنان اللي تساوي هي واحد مضروبة في التعبير. فالتعبير هو شنا هو؟ واحد نقص منه جوج اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص واحد الكل أس اثنان لا تساوي واحد مضروب في واحد لا تساوي واحد. هادشي اللي درت باش تعرف كل واحد يعرف من جا واحد، اللي هو اف لي واحد اللي يساوي واحد. نجي لهنا نحسب في اف لي ربعة، اف لي ربعة شحال تساوي؟ نجي هنا عندي جذر ربعة هو شحال؟ اللي هو اثنان، واثنان ناقص اثنان اللي هي زيرو، زيرو اس اثنان هي زيرو، زيرو مضروبة في اش في ربعة اللي هي زيرو، يعني تكون عندي هنا زيرو. بالنسبة اللي حسبنا في بلوس لانفيني عطاتنا بليس لانفيني، وهذا هو جدول التغيرات تاع المنحنى تاع اف حسب السؤال. نحبس في هذا الجزء، نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني، وما تنساوش تعاودوا هذا الشيء بشويه بشويه عليكم. السلام عليكم.